معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب في بطولة شمال أفريقيا في الوقت الحالي في تونس. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي أستاذ كريم، الله يخليك، نورك حبيبي. يا رب يخليك. طمنا بداية كده على بعثة منتخبنا الوطني للشباب في تونس والوضع بالنسبة للمعسكر. والله الامور زي الفل، يعني تمام تمام. الاولاد اتمرنوا النهارده اول تمرينه، وما شاء الله يعني عندهم اصرار وعزيمه غير عاديه. الجيل ده جيل محترم ان شاء الله، كلنا امنين انه هيعمل حاجه ان شاء الله. طيب ما هو ده اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل انا هو ده السؤال اللي كان جاي. لا بس انا كنت عايز هقول لك السؤال واسترسل حضرتك براحتك. السؤال اللي جاي انه احنا كجماهير كرة قدم مصرية مستنية تشوف جيل عظيم لمنتخب الشباب. عادة في كل منتخبات العالم، مش احنا بس، في اجيال بتبقى موهوبة جدا ومميزة جدا، وفي اجيال ما بتبقاش موهوبة ومميزة. هل نطمن من هذا الجيل؟ هل نبقى حاسين انه ان شاء الله هنشوف جيل عظيم؟ ان شاء الله. والله كلنا يعني بنقول ان جيل 2005 ده ان شاء الله هو جيل محترم. اولاد ما شاء الله عليهم كلهم قوه وموهبه. يعني لو تشوف التمارين حتى في مصر قبل ما يجي، هم كانوا عملوا طبعا بذيك الوقت الشديد جدا جدا تكون المنتخب لغايه مسافر فضلات تجاوز عدد اصابع اليدين، لعبوا ودي مع نادي الشمس وفي اول طبعا فيسبوك وواضح منهم يعني عظيم جدا ان شاء الله. امنين ومتفائلين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالبطوله والكاس ان شاء الله. طيب استاذ محمد، فرصه وحضرتك معايا، في حاجات بدات تتكتب سواء على مواقع اخباريه او على السوشيال ميديا، يقول لك الجيل ده مش هيبقى جيل عظيم عشان معظم اللاعبين اللي فيه بين قوسين كده الجمله الشهيره ابناء عاملين وابناء مدربين ولاعبين سابقين، وهو ده اللي مش هيخلي المنتخب ده ينجح. رد حضرتك على هذا الامر ايه؟ والله يعني هم يعني فيهم ايه ابناء لعيبه يعني اللي فيهم ابناء لعيبه كبار يعني كان واحد انا اشكر اسماء، ولكن الافضليه المدير الفني مش هيجامل بمستقبل وقيمته بمنتخبه عشان يشرك حد يعني ما يستاهلش انه يلعب. يعني 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 لو حد هيجامل مثلا ابن لعيب سابق ولا ابن مدرب يعني هيبعت له ياخده في معسكر، هينضم معسكرات معينه، يعني ينضم اساس لكره القدم في الزمن اللي احنا فيه ده. طبعا كلام مستحيل وعالي تماما من الصح ابدا. المدير الفني اتحاد الكوره مش يعني المدير الفني يعني هيجامل ليه؟ هيجامل عشان مستقبل عشان زميله؟ طبعا كلام عالي من الصح خالص. عندك حق مليون في المية يا فندم، بس طبعا هتتفق معايا انه حتى لو في معسكر، بما اننا بنتكلم على منتخب مصر، فحتى المعسكر ما ينفعش يتاخد فيه اي مجاملات. تتفق معايا اكيد. انا بقول لك حتى لو احنا مثلا يعني لو مثلا هو حابب يجامل يستدعي المعسكر يشوف كل شيء، انما يعني ثقه واكيد انه ما بينضمش للمنتخب ويسافر ويلعب اساسي او احتياطي الا اللي يستاهل هذا المكان. ممتاز. والا يعني ما حدش عارف حاجه. ممتاز جدا. طيب استاذ محمد ابو الوفا، احنا ليه اتحاد الكره تاخر في الاعلان عن الاجهزه الفنيه لمنتخبات الاعمار السنيه المختلفه؟ ليه تاخرنا رغم ان في كتير بتطلع تقارير عن اسماء؟ ليه ما فيش اعلان رسمي عن الاسماء والتعيينات الجديده؟ والله احنا ما تاخرناش ولا حاجه، احنا بمجرد ما اتفق مجلس الاداره على الاسماء مجرد ما اعلنها، يعني ما فيش تاخير ولا حاجه. وبعدين احنا يعني يمكن 2005 حتى 2005 نتاخر شويه عشان بطوله شمال افريقيا، انما يعني 2006 2008 اللي هو بديل ل 2006 2006 لغايه دلوقتي في كاس العالم انت بتلعب. صحيح. مفيش تاخير، انا مش شايف ان في تاخير خالص يعني. مفيش. ولو يعني ولو في تاخير مبرر يعني لو كان لو في شويه تاخير بعض الوقت كان مبرر. عظيم جدا. طيب
استاذ محمد، فرصه برضو حضرتك معايا اسالك عن تقارير كتبت كتير حول طلب من الزمالك المشاركه في البطوله الجديده، بطوله السوبر الجديده، هل ده حصل فعلا؟ هل انتم مستعدين توافقوا على طلب زي ده؟ لا، اعتقد يعني انه الامر اتحسن تماما يعني، والاسماء اعلنت في الحفله اللي هي حضرها مسؤولين مجلس ابو ظبي الوطني، واحنا كنا حاضرين مجلس الاداره فيها. واعتقد ان الكلام في هذا الموضوع يعني شبه منتهي ولا منتهي؟ منتهي. طيب استاذ محمد ابو الوفا، اتفضل. استاذ محمد ابو الوفا، عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري ورئيس بعثه منتخبنا الوطني للشباب في بطوله شمال افريقيا بتونس، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذه التوضيحات المهمه. اتكلم في نقطتين في منتهى الاهميه. اول نقطه قال لك انه حتى لو في ابناء مدربين او لاعبين سابقين في منتخب الشباب، فمستحيل مدير فني يجامل على حساب نفسه على حساب مستقبله، فلازم يكون جايب لعيبه كويسه. انا بشوف دايما الكلام ده منطقي، بشوفه دايما. ودايما عشان ابقى امين معاكم، انا بستغرب جدا من فكره انه الناس طول الوقت متضايقه من فكره الكابتن كذا كذا ابن كذا كذا، تمام؟ يقول لك الحق مجامله. طب يا جماعه، هو مش من حقه يلعب كوره زي ما كل الناس بتلعب كوره؟ ابن فلان ده، بالعكس، ده ابن فلان ده عشان شاف والده بيلعب كوره وشافه متالق وبتاع، فممكن عنده الشغف انه يطلع لعيب كوره، فطبيعي منطقي يعني. فهل انا مش هتاخد عشان؟ بس طبعا مليار في الميه لما هيجي يلعب بقى ونشوفه ونلاقيه لا يصلح، نشوفه مثلا انه غير مؤهل، ساعتها هنقول ايه؟ الحق في مجامله، حقك. لكن بما انه بيلعب ويجتهد ويتالق، يبقى نسيبه يلعب زي ما كل الناس بتلعب كوره عادي جدا. طيب